على نفس الشيء إبليس في عنده شيئين، فعند المعصية شو بنسحب منه؟ ما بنسحبوا النعمتين في نفس الوقت. شو بتبدأ؟ تبدأ النعم تنسحب شيئا فشيء. فأول نعمة، أول نعمة انسحبت من إبليس شو هي؟ المقام. شو بنسميها؟ المقام، يعني الدرجة، إنه بطل طاووس ملك. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شو قال؟ إلا ما قال عزازين، وما قال طاووس الملائكة، شو قال؟ إبليس مباشرة سحبت منه إيش؟ انسحبت منه المقام. فصار الله سبحانه وتعالى شو يخاطبه بإيش؟ بكلمة إبليس، يعني أجى اسم إبليس مباشرة بعد ما الله سبحانه وتعالى طلب منه أنه هو يسجد لآدم ورفض، رفضه انسحبت منه المرتبة مباشرة. هلا شو منقول؟ أبى وبعدها شو أجت؟ استكبر. شو يعني؟ يعني انه بعد لسه ما رفض شو صار؟ صار لسه تاخد العزة بالاسم ويزداد في رفضه لتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. هلا تكرار طلب الله سبحانه وتعالى من ابليس، تكرار طلب الله سبحانه وتعالى من ابليس انه هو يعاود يسجد. ليش؟ لانه سبحانه وتعالى شو بده؟ بده يرجع له المرتبة. شو بده؟ يرجع له المرتبة. يعني اذا طلب من اول مرة وانسحبت منه المرتبة وطلب منه تاني مرة وسجد، شو بسوي سبحانه وتعالى؟ برجع له المرتبة. طيب إذا طلب منه تاني مرة وما سجد، وتالت مرة وما سجد، ورابع مرة وما سجد، شو بيبدأ هلأ؟ بيبدأ ينسحب منه شيء آخر، بيبدأ ينسحب منه شيء آخر. هلأ بعد ما الله سبحانه وتعالى طلب من إبليس عدة أمور، بعد ما طلب من إبليس عدة أمور، في النهاية، في نهاية المطاف شو انسحبت منه؟ انسحبت منه أيضا المقام، يعني المكان. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول اهبطوا منها جميعا، لمين الخطاب؟ آدم وحواء ومين؟ وإبليس مع بعضهم، بدهم يهبطوا من فين؟ من مكان الجنة، من مكان الجنة. هلأ هذا في النهاية، خلينا نطلع في الوسط. يعني أول شيء انسحب منه المقام، بعد ما انسحب منه المقام نسأل، هل كان بإمكان إبليس يدخل الجنة ولا ما كان بإمكانه يدخل الجنة؟ شو منقول؟ كان بإمكانه، لسه لا زال، انسحبت منه، انسحب منه المقام، ولكن ما انسحب منه المكان. فإبليس في فترة انسحاب المقام ولا زال بإمكانه أنه هو يدخل المكان، استغل الفرصة أنه دخل لفين؟ لآدم على الجنة، وحواء شو سوى؟ بدأ يوسوس لهم أنهم هم يأكلوا من الشجر. فلما قدر انه هو يوصلهم لمرحلة انهم يأكلوا من الجنة، هون الله سبحانه وتعالى شو أعطاه؟ أعطاه مرتبة تانية، ولكن مش درجة، مسميها درجة، مسميها ايش؟ دركة مقامية. شو الله سبحانه وتعالى؟ فأزلهما مين؟ الشيطان. بطلت كلمة ايش؟ إبليس. يعني تحول من إبليس لإيش؟ تحول لشيطان. يعني صار في دركة، يعني المقام تبعه بطل صفر، شو صار؟ صار تحت الصفر، صار المقام تبعه تحت الصفر، صار شيطان. يعني هذا مخلوق لا يؤذي فقط نفسه، ولكن شو بيسوي كمان؟ يؤذي غيره كما كانت تفعل مين؟ باقي الشياطين اللي كان عايش معهم فين؟ على وجه الأرض. فطالما انه هو اختار انه هو ينزل تحت الصفر في الدرجة المقامية، الله سبحانه وتعالى أبقى في لحظة من اللحظات إن أبقى في الجنة اللي هو المكان، حتى أنه يستخدمه في إيش؟ بمعصيته لله سبحانه وتعالى، أنه المعصية تجعل هذا المخلوق يعني كأنه أداة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يستخدمها في الشر، يعني يستخدم شره في إيش؟ في فتنة غيره. لما إبليس أبى، أنه هو يسجد لآدم، أصبح في مقام إن الله سبحانه وتعالى يستخدمه كأداة يفتن فيها غيره. ومين في غيره هلا في عنا في الجنة؟ في عنا آدم وحواء. فأصبح إبليس أداة الفتنة لمين؟ لآدم وحواء. فكان لابد من فتنة أو اختبار آدم وحواء. لما حصلت فتنة آدم وحواء، هل آدم وحواء نجحوا في هذا الاختبار ولا ما نجحوا؟ شو منقول؟ ما نجحوا في هذا الاختبار. وهذا إخواني يعني لا يحمل على وجه التقرير لآدم وحواء، لأنه لو تم اختيار أي مخلوق آخر من الذرية
على الإطلاق ووضع في مكان آدم لكان فعله نفس فعل آدم. وهذا نعلم أيضا من أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في احتجاج موسى عليه الصلاة والسلام مع نعلم من احتجاج موسى وآدم إن موسى يقول لآدم أنت رسول الله أنت رسول الله الذي اصطفاك علينا وأدخلك الجنة؟ يقول له نعم. يقول له أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ يقول له نعم. فيعني آدم يقول أنت موسى رسول الله خلقك بعدي. يعني في في قصة احتجاج موسى وآدم في نهاية الحديث شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ فحاج آدم وموسى بمعنى إنه ما بوجد ما في ذنب على آدم في هذا الخروج، ولو كان أي إنسان آخر مكان آدم لفعل نفس فعل آدم. طيب فهلا أصبح إنه في عنا إبليس استحق إيش؟ استحق الهبوط المقامي والمكاني، وأيضا آدم استحق الهبوط المقامي والمكاني. شو كان هبوط آدم المقامي؟ أول إشي إنه النعم اللي كانت تحكم آدم انتهت، يعني أصبح بمجرد أن أكل من الشجرة أصبح كل من آدم وحواء يرى عورة الثاني، مظبوط ولا لا؟ هذا شو بنسميه؟ بنسميه هبوط مقامي، يعني المقام اللي كان فيه آدم وحواء نزل المقام تبعه. وبعدين الله سبحانه وتعالى يعني بعد ما هو دلوا على انه هو يغطي عورته من ورق الجنة ألبسوا لباس الملوك وقال اهبطوا منها جميعا. هلا نيجي نطلع كمان عشان احنا لسه لحد هلا بنجاوب في سؤال الاخ، يعني على التتابع الزمني في القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى لما إبليس طلبوا النظرة إلى حين يبعثون شو قال له؟ فإنك من المنظرين إلى حين الوقت المعلوم. ما أنظروا إلى حين يبعثون، إلى وقت معلوم معين. يعني نجي نطلع على التتابع الزمني، شو معناته التتابع الزمني في القرآن الكريم؟ أحيانا الله سبحانه وتعالى يتكلم في نفس الآية في أزمنة كثيرة أو حتى أزمنة متباعدة. نأخذ أمثلة، مثلا لما نيجي نتطلع على أول الخطاب، أول خطاب كان من الله سبحانه وتعالى مع الذرية. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ شو قالوا؟ قالوا بلى شهدنا. طلعوا بعدين شو بقول سبحانه وتعالى؟ أن تقولوا يوم القيامة. هلا شو في عنا بين يوم القيامة؟ طيب الخطاب إمتى كان؟ الخطاب كان في السماوات. طبعا في عنا السماوات، في عنا الأرض، في عنا إيش؟ يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى وصل الخطاب الرباني من السماوات لفين؟ ليوم القيامة. يعني كأنه الله سبحانه وتعالى قفز في الزمان عن كل الحياة اللي موجودة على وجه الأرض. أعطيكم مثال تاني. لما الله سبحانه وتعالى يقول في الآية رقم 17 من سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نطلع على التتابع الزمني في هذه كلمة استوقد نارا في أي زمان تتكلم؟ تتكلم في الزمان في السماوات أي ما ينزل آدم للأرض. لما الله سبحانه وتعالى أخذ الذرية من ظهر سيدنا آدم وقال لها ألست بربكم؟ شو قالوا؟ بلى. فهي استوقدت نور الهداية من الله سبحانه وتعالى اللي سميناه الفطرة، إذا بتذكر سميناه الفطرة. هذا الاستيقاظ. هلا شو بقول؟ فلما أضاءت ما حوله. طب متى أضاءت ما حوله؟ يعني نور الفطرة اللي موجود عند الإنسان أنت بدأ يستخدمه؟ مش لما يكون في الدنيا؟ طيب الخطاب إمتى؟ الخطاب في السماوات، ولكن بعد كلمة واحدة انتقل سبحانه وتعالى في الخطاب الزماني من حدث موجود أو من مشهد موجود في السماوات لفين؟ لمشهد موجود في الأرض. فلما أضاءت في الدنيا ما حوله ذهب الله بنوره. طيب بين أضاءت
وبين ذهب الله بين أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. طلع هذول الكلمتين متجاورتين، قديش في بيناتهم أحداث؟ يعني متى يذهب الله سبحانه وتعالى بنور القلب؟ هذا الإنسان لازم أول شيء يولد على الفطرة، وبعدين يبدأ يعصي الله سبحانه وتعالى، وتبدأ النكات تنكت على قلبه، والنكات بتصير أغشي، والأغشية بتصير أغلفة، والأغلفة شو بتصير؟ أغطي، والأغطية شو بتصير؟ أكنة، والكنان شو بتصير؟ ران. فإن أصبح ران لم يعد نور الآيات يستطيع الدخول إلى قلبه، فأصبح كأنه سبحانه وتعالى ذهب الله بنوره. يعني رحلة الحياة ما بين الفطرة وما بين الكفر الكامل، الله سبحانه وتعالى يجعلهم بكلمتين يعني متلاصقتين. هناك الإخوان بدنا نبقى عارفين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا، ولكن الآية نفسها، بنية الآية نفسها والكلمات، حتى الكلمات المتجاورة مش مشترط، يعني لا يشترط فيها أن شو بتكون بتتكلم عن نفس الفترة الزمنية. يمكن تكون كلمتين كل كلمة شو بتتكلم عن فترة زمنية مختلفة بالكلية. يعني أعطيكم مثال آخر، الآية رقم تفهم؟ لا لا لما نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لو سألنا أين يكون الوقف السليم في هذه الآية، يعني كيف أنا لازم أقرأ الآية؟ يعني في احتمال أن أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأتوقف، بعدين شو أقول؟ وعلى أبصارهم غشاوة. وفي إمكانية أن أقول ختم الله على قلوبهم وأتوقف، بعدين شو أقول؟ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وفي إمكانية أن أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. تمن مستمر. طب إمتى أتوقف التوقف السليم؟ متى يكون التوقف السليم؟ هون السؤال. عشان هقدر أعرف التوقف السليم شو بلزمني؟ بلزمني إني أنا أفهم معنى الكلمات على حقيقتها. هلا نيجي نقول شو معنى الختم؟ هاي الكلمات اللي احنا يعني أنا حاولت إن أنقي آيات متتابعة زمنيا حتى إنه احنا تكون الفكرة واضحة. يعني لما نقول إن الله سبحانه وتعالى أخذ الذرية من ظهر سيدنا آدم ونثرها أمامك الذر وقال ألست بربكم، شو قالوا؟ قالوا بل. هذا الإنسان شو سوى؟ شهد أن لا إله إلا الله. شو سوى سبحانه وتعالى؟ ختم على قلبه. ختم على إيش؟ على سمعه. يعني هذا الإنسان سمع الله سبحانه وتعالى يقول ألست بربكم، فحطينا إشارة على سمعه إنه هذا الإنسان سمع أمر الله سبحانه وتعالى. وبعدين شو قال هذا الإنسان؟ قال بلى. قالها من فين؟ من قلبه، مش من لسانه، من قلبه. قال يعني اللي هي القلب تبعه، حتى لو كان يعني بغض النظر صادق أو كاذب، ولكن قال هذا القلب كلمة بلى. سليش مش عمالا نبحث إذا كان صادق ولا كاذب، ولكن قال بلى. والله سبحانه وتعالى سوى حط على قلبه إنه قال بلى، قال بلى. هلا هذا التكليف أن يقول الإنسان لا إله إلا الله متى يظهر على الحقيقة؟ يظهر في الدنيا. كيف؟ إذا أنت في الدنيا اطلعت في صورة على صورة في عينك، مثلا نظرت للقمر، هاي الصورة اللي نظرت فيها للقمر على إيش لازم تدلك؟ على لا إله إلا الله اللي سمعتها من الله، واللي أنت وقفت إنك ووافقت إنك تقولها بقلبك. عشان هيك الصور اللي بتصير تشوفها في الدنيا تبعتك شو بتصير؟ بتصير طريقة إنه إحنا نعرف إذا أنت صدقت أو قلت لا إله إلا الله في السماوات عند الله سبحانه وتعالى، قلتها بصدق أو قلتها بكذب، قلتها صادق أو قلتها كاذب. فإذا أنت صدقتها وإذا أنت قلت لا إله إلا الله وافقتها في الدنيا، من أنت صادق. أما إذا أنت كنت تمرق عن الصور اللي بتشوفها بعينك في حياتك وأنت ما بتأثر فيك وما بتنفعك، شو معناه؟ معناه بنعرف انك لما كنت في السماوات شو كنت؟ كنت كاذب. عشان هيك الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 10 شو بقول؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب
أليم بما كانوا إيش يكذبون. يعني أنت قلت إشي لله سبحانه وتعالى في السماوات، ولكن أنت بدنا نعرف إذا كنت صادق ولا كاذب من خلال الصور اللي بتشوفها في الدنيا والأحداث اللي بتصير معك في الدنيا، فبنقدر نعرف إذا أنت كنت صادق أم كنت كاذب. يعني هيك بصير كأنه الوقف السليم اللي بدل على فهم سليم لهذه الآية نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نتوقف بعدين شو بنقول؟ في الدنيا وعلى أبصارهم غشاوة. طب فين أجت غشاوة؟ أجت من بداية التكذيب، إنه كل ما أنت صرت تشوف صورة في الدنيا شو تسوي؟ ما تقول سبحان الله، أو تكذب، أو تقول والله فلان صنع، فلان عمل، أنا اللي سويت، أنا اللي عمل. فشو بتبدأ؟ تبدأ النكات، وبعدين بتصير إيش؟ أغشية. وعلى أبصارهم شو بتيجي؟ هي أبدأ بدأنا في إيش؟ في بدايات الأغلفة تبعت القلوب، ألا وهي الغشاوة. ولهم عذاب عظيم في سيرهم من التصديق إلى إيش؟ إلى التكذيب. فالآية يعني الآية القرآنية اللي احنا وقفنا عليها كمان هون عن إيش بتحكي؟ عن فترتين زمنيتين، واحدة فين موجودة؟ في السماوات، والتانية فين موجودة؟ في الأرض. فلما الله سبحانه وتعالى يتكلم في آيات قرآنية في القرآن الكريم، لأننا بعرفين إنه الزمان عند الله سبحانه وتعالى كله يستوي، ما في عند الله سبحانه وتعالى ماضي وحاضر ومستقبل، في عند الله سبحانه وتعالى مصالح تتحقق من إيش؟ من كلمات القرآن الكريم. عند الله سبحانه وتعالى كل الزمان شو هو؟ لا شيء. الله سبحانه وتعالى يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الزمان فين بتغير؟ بتغير عنا في مفاهيمنا، عنا في مفاهيمنا في تتابع زماني، ولكن عند الله سبحانه وتعالى التتابع الزماني هذا ما في شيء مصلحة. المصلحة فين؟ في التتابع الإيماني، إنك أنت تتمك على إيمان، إنك أنت تتمك على كلمة لا إله إلا الله، عشان هيك الله سبحانه وتعالى دائما بذكرك إنه هذه أهم الأمور. عشان هيك دخول كل ما أنت تطلعت على آية تدل على حدث زمان، وهذا الحدث الزماني يدل على بداية، فالأرجح إنه في نفس الآية والآيات اللي تتبعها شو راح تلاقي؟ راح تلاقي إنه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن النهاية، ويتكلم عن الجنة وعن النار. مثل نأخذ مثل، ثم الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لحد هون عن إيش بنتكلم؟ عن لسه خلق السماوات والأرض، يعني نرجع 14 مليار سنة لورا. مباشرة سبحانه وتعالى بيقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولئن قلتم ولا يقولن الذين كفروا من بعد الموت. يعني الله سبحانه وتعالى راحت الآية عن بال لأن انقطعت فيها، بس إن شاء الله بنتذكرها. يعني يتكلم سبحانه وتعالى مباشرة عن إيش؟ أن البعث بعد الموت هو سحر مبين، أن الموت من بعد البعث هو إيش؟ سحر مبين. يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآية التي تلحقها وتليها مباشرة عن إيش؟ يتكلم عن الموت ويتكلم عن البعث، والبعث أيضا بده يجي في آخر الزمان. يقوم من إن شاء الله معاي نتذكر خلاص لما تروح بتروح. طيب مش مشكلة، بمعناه البدايات في القرآن الكريم دائما مرتبطة مع إيش؟ مع النهايات. البدايات مرتبطة مع النهايات. عند الله سبحانه وتعالى كل الزمان، عند الله سبحانه وتعالى كل الزمان هو شيء واحد، شيء منتهي منغلق على نفسه، ما يلبث أن يبدأ حتى إيش؟ حتى ينتهي. فهناك إخوان دائما اتذكر وانت بتقرأ آيات القرآن الكريم لما توصل على فترة زمنية اعرف أن هاي الفترة الزمنية عندك في تتابع، عند الله سبحانه وتعالى شوفوا في مصالح، عند الله سبحانه وتعالى في مصالح يدلك فيها سبحانه وتعالى على إيش؟ على ضرورة الإيمان، على ضرورة توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون بتذكيرك بالموت وتذكيرك بالبعث
وتذكيرك باليوم الآخر وتذكيرك بالجنة والنار، تذكيرك بالجنة. فلما يسأل إبليس ولما يتكلم إبليس عن آخر الزمان، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في خطابه، في خطابه مع الجان اللي كانوا موجودين قبل الإنسان، عن إيش كان يحكي لهم؟ كان يحكي لهم عن النهايات دائما في البدايات. شو كان يحكي لهم؟ عن النهايات. يعني هل إبليس يعلم النهايات ولا لا يعلمها؟ يعلمها تماما. ما في مشكلة، ما في إشكال إنه إبليس يتكلم عن النهايات من غير ما يشوفها. ليش؟ إنه مين اللي تكلم فيها؟ الله سبحانه وتعالى في تذكيره دائما سبحانه وتعالى يذكرنا بالنهايات قبل ما إحنا نوصل لها وقبل ما إحنا نشوفها. إحنا إخواني في سورة الفاتحة، لما كنا نتكلم في سورة الفاتحة وآخر دروسنا كانت عن إيش؟ عن يوم الدين. تذكروا تكلمنا إنه يوم الدين في صفاته في القرآن الكريم هناك ما يقرب من 420 صفة داخل القرآن الكريم تتكلم عن إيش؟ عن يوم الدين. ليش؟ لأهميتها. يعني الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى دائما يذكرك سبحانه وتعالى، يذكرك أن يوم الدين حاضر وجاهز وآتي بالطريق، وإنك لحظة وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيصبح التذكير بيوم الدين مفترق طرق، مفترق إيش؟ طرق ما بين المؤمن وما بين مين؟ ما بين الكافر. فأهم، لو سألنا ما هي أهم الصفات بعد طبعا التوحيد، بعد التوحيد يعني بعد الإيمان والكفر، بعد انك انت توحد الله او تشرك مع الله، ايش اهم الصفات مباشرة بعد توحيد الله او الكفر بالله اللي بتدلنا ونكتشف فيها انه هذا الانسان مؤمن او كافر؟ طيب خلينا نشوف ليش في ضرورة لهذا الامر. هلا الكافر، الكافر الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين كفر سواء عليهم وانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمن. الكافر الله سبحانه وتعالى فسر لنا كلمة الكفر بإيش؟ إنه كاذب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وبين لنا إنه هذا الكافر واللي هو كاذب سيدعي أمام الله وسيدعي أمام الناس بإيش؟ إنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليش؟ لأنه سيحاول أن يخدع الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهو سيخادع الله سبحانه وتعالى. فأنا لما يجيني إنسان يقول لي أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى وأقول لا إله إلا الله وأقول محمد رسول الله، طيب شو بتكون الإشارة اللي أنا ممكن أطلع عليها عشان أعرف إذا هذا الإنسان فعلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر؟ شو بتصير؟ بتصير إشارة أني أنا أطلع على علاقته باليوم الآخر. يعني عشان أنا أستدل على إيمانه بالله وتوحيده لله فلازم أطلع على أول إشارة من إشارات عليه، على إيمانه أو اعتقاده أو أعماله التي يربط فيها نفسه في إيش؟ في اليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى جعل اليوم الآخر أهم سبيل وأهم طريق أني أنا المسلم أني أقدر أميز هذا الإنسان إذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا لا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يقول عن المسلمين وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون يعني أكثر من يؤمنون، يوقنون يعني تمام الإيمان. أما الكفار اللي وصف لنا إياهم في قلوبهم